ايوه يا ابو خالد. ليش ما نستناك لما ترجع انت من العقبة؟ طيب ماشي، مثل ما بدك. ماشي خلص، معناها بروح انا وسحر لعند الجماعة. خلص ولا يهمك، ترجع لنا بالسلام ان شاء الله. مع السلامة ابو خالد. غريب انه وافق لك تروح تشوف العروس. مش بس هيك، قال اذا لزم الامر اتفقوا مع الجماعة على اي اشي بدهم اياه عبين ما ارجع. يا جماعة انا نايم ولا صاحي؟ انا بحلم ولا بعلم؟ اقرص اقرص. مالك يا جمال؟ شو صار لك يا ماما؟ جد ياما لقيتوا لي عروس؟ ليش هن البنات مقطوعات؟ تقول عنهم مية بلدية يعني؟ عوجي يا جمال، بدهم مطر بحصانين ليعبوا الخزنة. جد هالحكي يا اخوي؟ انت ما بتكذب علي. عن جد يا اخوي يا جمال، بس ادعي له انه الله يقومه بالسلامة ويقوم من الغيبوبة اللي هو فيها. يا رب يا رب يرجع سالم غانم لاولاده ويقوم من الغيبوبة. يا اولاد عم مين عم تحكوا؟ ليش ما خبرتوني؟ احنا يا مرت عمي ما بدنا نحكي لك عشان اعصابك ما تتك. يا زان مين هو اللي بغيبوبة؟ يا مسطل انت صدقت؟ هيك لكان. يلا الحمد لله على سلامته اللي صحي من الغيبوبة. يما يلا قومي قومي شوفي العروس. جمال مالك مستعجل كتير؟ يما بيني وبينك انا اللي مستعجل، ما هو موقف حالي مع حنان. يما جوزوه مشان الله، مشان الله جوزوه. فكيكي منه يما، يلا قومي قومي شوفي العروس. هلا بدك ياني روح والدنيا صبح؟ استنى للعصر، بدي احكي مع ام جواد اللي عرفتنا على البنت تاخذ موعد مع الجماعه. بدي أبلا استنى للعصر يما. للعصر للاكل للخزين، ما هو برتقال شموطي. ببرد وجهك، انت لساتك بتنكت؟ بحاول اعمل زيك. ورا هي تلهو البلد بحالها، نسيتوني شغل البيت. شو صار بموضوع السيارة؟ هيني بشوف لك على السوق المفتوح على الفيسبوك، بس دير بالك عمولتي قبل عمولتك. ماني توكينج. بدي اتجوز.